بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأعزاء، في هذا التسجيل الصوتي وفي هذا الفيديو سنعرض منهجية لتحليل النصوص الشعرية في مرحلة الثانوي التأهيلي اللغة العربية، شعبة اللغة العربية. أول هذه كما قلت منهجية مقاربة النص الشعري. هذه المنهجية تتكون من مراحل متعددة، منها أولا مرحلة التمهيد. أول مرحلة هي مرحلة التمهيد، ستليها مرحلة الملاحظة، ثم مرحلة الفهم، وأخيرا مرحلة التحليل والتركيب. أولا مرحلة التمهيد، يتم الحديث في هذه المرحلة عن الخصائص المميزة للشعر خلال العصر الذي تمثله القصيدة، والظروف العامة التي أفرزت الخطاب الشعري الذي تنتمي إليه القصيدة، ثم بيان أهم سمات هذا الشعر، الخطاب من حيث أو هذا الخطاب من حيث شكل القصيدة ومضمونها، ثم الإشارة إلى أهم شعراء العصر أو شعراء التيار، مثلا التيار الإحيائي أو التيار الرومانسي. وإذا تحدثنا عن العصر نقصد عصور العصر الجاهلي أو العصر العباسي أو العصر إلى آخره، ثم مكانة صاحب النص من ضمن شعراء العصر أو شعراء التيار، ما هي مكانته، مثلا أحمد شوقي ما هي مكانته بين شعراء البعث والإحياء، ثم الطرح الإشكالي على شكل أسئلة كبرى تعيد صياغة النص أو صياغة الأسئلة التي دويل بها النص. مثلا نقول في آخر التمهيد: فإلى أي حد تمثل هذه القصيدة خطاب البعث والإحياء، مثلا. هذه كمثال فقط، ليس إلا. ثم المرحلة الثانية هي مرحلة الملاحظة. في هذه المرحلة يعني ترتبط بدراسة المشيرات الخارجية في النص، وهذه المشيرات هي أولا شكل النص أو شكل القصيدة وهندسته، طبعا من حيث بناء النص ووحدة القافية، ونقصد ببناء النص وحدة قافيته ورويه أو تنوعهما. ثانيا ملاحظة عنوان النص تركيبيا ودلاليا، مما إذا يتكون من حيث التركيب، إما من المبتدأ والخبر وغير ذلك، وما هو مضمونه دلاليا، مضمون العنوان. ثم ملاحظة بداية النص ونهايته، ملاحظة البيت الأول والبيت الأخير. وهذه المراحل كلها ينبغي أن نفرز من خلالها تصورا يقدم لنا فرضية معينة، بناء على نتائج ملاحظة النص. هذه المشيرات كلها تتم صياغة فرضية مناسبة لموضوع القصيدة من خلالها. ثم المرحلة الموالية هي مرحلة الفهم، وهي مرحلة مهمة في تحليل النصوص، وكثيرا ما يغفلها الأساتذة أو كثيرا ما يقفز عليها المعلمون أو الأساتذة أو المدرسون، عفوا المدرسون. وهي مرحلة نحاول من خلالها أن نبرز مدى فهمنا لمضامين النص الشعري، وذلك من خلال عملية تفكيكه إلى وحدات دلالية، وتحديد مضامين كل وحدة وتلخيصها وتفكيكها في جمل وتكثيفها في جمل مركزة تختزل المعنى. ثم بعد مرحلة الفهم تأتي مرحلة التحليل، وهي مرحلة يتم فيها تفكيك النص إلى مكوناته الرئيسية، فينصب التحليل على هذه المستويات، على المستويات التالية. ينصب التحليل في المرحلة التحليل على المستويات، يعني نحاول أن نقسمه إلى مستويات. أولا المستوى المعجمي، يتم فيه دراسة الحقول الدلالية والمعجم المرتبط بها، وذلك من خلال ما يلي: أولا نقوم بتصنيف الكلمات إلى حقول دلالية، مثلا حقل نفسي وجداني، نفسي وجداني، اجتماعي، سياسي، حربي، ديني، أخلاقي، طبيعي إلى آخره. ثم تحديد الحقل المهيمن وتحديد علاقته بالموضوع الذي يطرحه الشاعر في القصيدة. مثلا نأخذ الحقل المهيمن، ننصب دراستنا حوله، وذلك بربطه بموضوع القصيدة.
ثم طبيعة المعجم من حيث القدم والجدة والسهولة والتعقيد مع التمثيل لذلك. هل الحقبة، هل المعجم مثلا معجم قديم متصف بالجزالة والسهولة والليونة في الفهم، أم إنه معجم معقد يحتاج يعني لشرح وللرجوع ويحتاج للرجوع إلى المعاجم؟ ثم المستوى الإيقاعي، وينقسم إلى قسمين: إيقاع الداخلي والإيقاع الإيقاع الداخلي والإيقاع الخارجي. نبدأ بالإيقاع الخارجي. يتم تحديد، نتحدث في الإيقاع الخارجي على الوزن ثم البحر، وهل احترم الشاعر النظام الخليلي أم تم خطه، بيان ثم بيان وظيفة البحر، في كل بحر وظيفته الدلالية، طبعا تنسجم مع غرض الشاعر. مثلا عندما يعبر الشاعر عن أحاسيسه فإنه يستعمل، يريد شعره في البحر الطويل الذي يعطيه فرصة التعبير عن أحاسيسه وعن عواطفه وعن إشكالاته. ثم القافية والروي، حروفهما وأنواعهما وأنواعها حروفها وأنواعها. طبعا القافية حروفها وأنواعها، هل هي مقيدة أو مطلقة؟ ثم الروي وطبيعته الصوتية، وهل توفق الشاعر في اختياره أم وهل أم لم يتوفق، وهل حافظ على وحدة القافية والروي أم تم خرقه هذا التقليد أم تم خرقه هذا التقليد. ثم الإيقاع الداخلي، يتم التركيز فيه على ما يلي: أولا التكرار، التكرار صوت صوت تكرار الصوت، تكرار كلمات، تكرار جملة، تكرار بيت، مقطع شعري، التجانس بين الألفاظ، التقسيم والتوازي الصوتي، وكلها مباحث تدرس ضمن مكون علوم اللغة في نفس السلك، يعني ثانوي التأهيلي اللغة العربية. ثم بيان دور الموسيقى الداخلية في القصيدة وعلاقتها بالإيقاع النفسي وعاطفة الشاعر ومشاعره. ثم رقاع حزن، هل مشاعره رقيقة أم حزن أم ثورة أم غضب إلى آخره. ثم التوازي التركيبي الصوتي، التركيبي التوازي التركيبي، ثم التوازي الصوتي، ثم التوازي الدلالي. ثم أخيرا المستوى التصوير، ليس أخيرا ولكن المستوى الثالث التصويري، ويتم التركيز في هذا المستوى على الصور البيانية من تشبيه واستعارة ومجاز وكناية، واستخراج هذه الصور ثم بيان وظيفتها داخل القصيدة. يعني لا ينبغي أن نكتفي بجرد هذه الصور ثم وضعها في نص المقال أو في نص التحليل. لا بد أن نحاول أن نكتفي أو أن نبحث عن وظيفتها داخل النص. ثم توظيف الرموز أو الرمز والأسطورة، الرمز والأسطورة التاريخي والديني والسياسي، وهذا يرتبط خاصة بالشعر المعاصر أو الشعر الحر. ثم أخيرا المستوى الأسلوبي، ومن المدرسين من يسميه المستوى البلاغي، لأننا ندرس فيه الأساليب البلاغية وخاصة علم المعاني، الوسائل والأساليب التداولية المتوسل بها لإبلاغ الرسالة بواسطة مثلا الأسلوب الخبري وأنواعه: ابتداء، طلبي، إنكاري، وبيان وظيفة كل خبر. هل لماذا أورد الشاعر مثلا الخبر الإنكاري هنا وأورد الابتدائي هنا؟ ما هي الدلالة؟ ثم الأساليب الإنشائية: النداء والاستفهام والأمر والنهي والتعجب والقسم إلى غير ذلك، وبيان وظيفة الأساليب في القصيدة، دائما وظيفة نركز عليها. وهذه الأساليب كلها قد درسها، يفترض في المتعلم أن يكون قد درسها في مكون علوم اللغة. ثم بنية الجمل: اسمية، فعلية، ما هي المهيمنة، هذه هي الاسمية والفعلية، ثم نبين وظيفة ذلك. ثم الضمير المتكلم المخاطب الغائب، ثم نبين دائما وظيفة ذلك. ثم أخيرا التركيب أو الخاتمة. بعد الانتهاء من دراسة هذه المكونات كلها، يتم جميع النتائج المتوصل إليها من أجل تقويم النص والحكم عليه من خلال الإشارة إلى ما يلي: أولا تركيب نتائج التحليل: مدى تمثيلية القصيدة للخطاب الشعري الذي تنتمي إليه، هل هي فعلا تمثل الشعر المرحلة التي تنتمي إليها أم لا تمثلها. ثالثا تقويم تجربة الشاعر انطلاقا من النص،
من حيث مساهمته في الإفصاح عن خطابه ومساهمته العامة في تطوير الشعر ومقارنته بشعراء ينتمون لنفس الخطاب أو للخطابات الشعرية الأخرى، والحكم على طبيعة الموقف الذي عبر عنه الشاعر، ثوري، ملتزم، انهزامي، هروبي، إلى آخره، إلى غير ذلك. إمكانية طرح إشكالية جديدة والاستعانة ببعض الآراء النقدية الأخرى. في هذه المرحلة أيضا يمكن للمتعلم أن يصدر حكما حول مضمون القصيدة أو موضوعها، هل هو يعني، ويمكن أن ينتقده، كما يمكن أن يصدر رأيه في مدى تجربة الشاعر. فقط هذه الأحكام ينبغي أن تكون منطقية أن تكون منطقية وأن تخضع لنوع من نوع من المنطقية كما قلت. وأخيرا، السلام عليكم ورحمة الله. نشكركم على تتبعكم وعلى انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو أن أكون قد وفقت في تقريب هذا العمل.